معنا عبر الهاتف من الموصل هاشم البريفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى. مرحبا بك معنا سيد هاشم. إذا معركة العفر بدأت بالفعل وبدأ التقدم في أحياء من المدينة، هذه المدينة التي تتميز بطبيعة استراتيجية كما شاهدنا وتابعنا في التقرير تختلف عن سابقتها في الموصل ومناطق أخرى. بداية، الحشد الكبير من القوات العراقية سواء برا أو عن طريق الجو إضافة إلى قوات التحالف العربي، هل سيساعد ذلك في حسم المعركة بشكل أسرع أم ما هي الحيثيات من وجهة نظرك أنت بالنسبة لمعركة تل عفر تحديدا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك وتحية لكل مستمعي هذه المنبر الذي يهتم بشأن الموصل. أهلا بك. نعم، اليوم القوات العراقية العسكرية من الفرقة 16 و15 والفرقة التاسعة وأيضا مكافحة الإرهاب وأيضا الحشد الشعبي المتواجد تجحفلت هذه القوات وتم الحشود لإنهاء سيطرة هذا التنظيم المجرم على هذه البلدات والأقضية. معركة تحرير تل عفر حقيقة يختلف عن تحرير باقي الوحدات الإدارية لأهميتها ولكبر هذه القضاء من الناحية المساحة وأيضا من ناحية العددية، حيث أنها تعتبر أكبر قضاء طبعا في الموصل. لذلك نرى أيضا ربط هي حلقة الوصل الرابط بين الصحراء الذي يربط بين الحدود السورية وأيضا كان حلقة وصل بينها وبين الموصل. لذلك كان التنظيم يستخدم هذه بأنه هي الفاصلة بين سوريا ونينوى. بعد ما سيطرت القوات واستعادت مركز الموصل كان الأهمية الاستراتيجية هو السيطرة على أو استعادة قضاء تل عفر. وقبل يومين رأيتم وسمعتم انطلاق عمليات على هذه القضاء. صحيح. نحن نعلم وأقل التقديرات تقول بأن المعركة ستستمر شهر إذا لم يكن أكثر من ذلك. سيد هاشم، عندما نتحدث عن 30,000 مقاتل تقريبا من الجيش العراقي وباقي الوحدات المشاركة في هذه المعركة مقابل 1,000 مقاتل تقريبا كوفق التقديرات من تنظيم داعش، ما الذي يضع هذا الزمن الطويل نسبيا لحسم تلك المعركة؟ هل طبيعة بالفعل الجغرافية لتل عفر أم الحفاظ على حياة المدنيين وجود عدد كبير من المدنيين؟ ما هي التفاصيل في هذا الموضوع التي تحكم العامل الزمني في المعركة في تحرير تل عفر؟ نعم، لا، المعلومة هو أكثر من 2,000 مقاتل كنت تجمعهم من هذا التنظيم المجرم في تل عفر. كل الإرهابيين وكل المقاتلي هذا التنظيم هربوا من مدينة الموصل وبقوا في تل عفر. وهذه أيضا هذا النقطة أو هذا القضاء يعتبر بالنسبة لتنظيم داعش بأنه هي اليوم هي آخر معقل لهم في محافظة نينوى، ولذلك هم سوف يقومون بعمليات صعبة. نعم، لضد الجيش. أما بالنسبة للمدة الزمنية أيضا نعتقد بأنه بما أنه تقوم داعش يعني أنفاسه الأخيرة في هذه المدينة، لذا يقومون بكل المحاولات للبقاء أكبر مدة في هذه المدينة، وبالتالي هم يثقون أو يعرفون بأنه لابد من تحرير هذه القضاء وسوف يهزمون. طيب، القوات العراقية يعني أصدرت تحذيرات مؤخرا بإما لتنظيم وأفراد تنظيم داعش والقادة أيضا يشمل الجميع في تل عفر بأن أمامهم خيران إما الاستسلام أو الموت. هل من بعض الحارات رصدت لمن سلموا نفسهم أو استسلموا أو تراجعوا أو طلبوا أي هدنة أو وساطة وخاصة من قبل الأفراد أفراد تنظيم داعش العراقيين؟ وبالأساس لا يمكن الهدنة مع هؤلاء المجرمين. ليس من مصلحة العراق ومصلحة محافظة نينوى الهدنة مع هؤلاء الناس. استسلام، حتى إن فلنقل استسلام، حتى وإن استسلام كان هناك بعض المقاتلين هربوا إلى القواطع المتواجدة بها قوات البيشمركة وتتعامل معهم وفق مادة 1/4 إرهاب. كل هؤلاء حتى وإن استسلمهم سوف يتعامل معهم قضائيا وفق القانون وفق مادة الإرهاب. أما بالنسبة للمدنيين، أنت ذكرت المدنيين. نعم، المدنيين أيضا هو جزء كبير أو عامل يعيق عملية تقدم القوات. نحن كحكومة محلية في نينوى دائما نبث رسائل بأنه على الحكومة وعلى القوات المشاركة بفتح ممرات آمنة للمدنيين بخروج المدنيين من هذه المدينة كما شاهدنا سابقا في الموصل. طيب سيد هاشم، سؤال أخير لك لو سمحت.
خسارة تل عفر، خسارة تنظيم داعش في تل عفر، هل سيبقى له أي موطئ قدم في العراق؟ هل ستكون نهايته في تل عفر؟ أنا أعتقد نهايته يكون في محافظة نينوى باعتبار آخر قضاء هي آخر معقل لتنظيم الإرهابي، ولكن لا تنسى بأنه الجزيرة ما زال في دواعش بعينة وراوة وفي القائم وأيضا في الحويجة. أنا أعتقد لكنه رسم ظهر البعيد يكون في تل عفر، قال ما خسر تل عفر سوف يكون للتنظيم، أعتقد يكون انسحاب أو هروب جماعي من باقي الوحدات أو البلدات العراقية المتواجدة في هذا التنظيم المشترك. شكرا جزيلا لك سيد هاشم البريفكاني، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الموصل، نائب رئيس اللجنة، لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى.